السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي شركات كتيرة بتتجه لموضوع انها تشتغل من البيت، ففي فكرة طب ايه اللي عرفني ان هم خدوا اجازة ولا شغالين من البيت؟ ففي موقع من المواقع اللي بيراقب ويتابع ويقول لك كل واحد كان شغال في ايه، اسمه هابستاف. ممكن تقول له انا عايز ابدأ اجرب نسخة تجريبية، بتبدأ تديله الفول نيم، الايميل والباسورد، وبعد كده هو بيبدأ بقى ايه يديك الامكانية ان انت تقعد تكتب انا شغال في ايه، انا بعمل ايه. طيب هو المفروض ان انا اعمل كونفيرم الايميل. طيب هو دلوقتي بيسألني سؤال، هل انت عايز تعمل شركة جديدة ولا هل انت جزء من شركة موجودة؟ فبقول له انا الاونر بتاع الشركة، فبيقول لي اكتب اسم الشركة، وادي طبعا المعلومات للموظفين اللي عندي بحيث ان هم ينضموا للشركه ديت. فانا ممكن مثلا ايه، هم كل ما يشتغلوا في حاجه يروح كاتب ان هو مثلا كان في اجتماع مثلا من ساعتين دول، في ان انا اوافق على التايم شيت، وان انا بعرف هم موجودين فين كمان، وفي سكادول شيفت، بيقول لي ابدأ المشروع الجديد، هقول له انا عايز نسخة تجريبية 14 يوم. فزي ما انت شايف اهوت احنا عملنا كرييت التريك تايم، مفروض الناس هتشتغل بقى من ايه. طبعا هم كلهم هيسطبوا البرامج ديت، ممكن يسطبوها على الويندوز، على الابل ماكنتوش، على لينكس، كروم، زي ما هم عايزينه. انا هقول له مثلا خليها اكستنشن لجوجل كروم. هيبدأ يضيف لي الأداة ديت زي دي، ده بيقول لي اكتب الإيميل والباسورد. تمام، بحيث ان انت كل شوية تدوس عليها فيبدأ يديك الإمكانية إن أنت تدخل المعلومات أنت شغلت في إيه النهاردة. دي الويكلي أكتيفيتي، تقدر تشوف الأكتيفيتي بتاعت الناس، كل واحد فيهم بيشتغل في إيه، هل الوقت بيضيع في الاجتماعات، هل الوقت بيضيع في أجازات، وهكذا. تقدر تعمل تراك للتايم وتشوف الوقت عامل إزاي، المشاريع، أكتر مشاريع الناس شغالة فيها. تقدر تبعت للتيم، تكتب اللينك بتاعتهم، تبعت لهم دعوة ان هم ينضموا ليك. هنا تقدر تشوف الريبورت الناس شغالة في ايه. طبعا لسه انا ما ضفتش حد، بس ممكن تشوف الاكتيفيتي كل اسبوع، كل كذا، كل واحد شغال فيه كام ساعة في اليوم. طبعا في جزء بيعتمد على الثقة، ده السكادول، فيقولك مثلا فلان كان شغال مثلا من ساعة كذا لساعة كذا، فلان كان شغال من ساعة كذا لساعة كذا. فهو بيعمل مراقبة للوقت، الناس في يوزر معين المفروض ان هو بيشتغل من ساعة كذا لساعة كذا يوم الجمعة وهكذا، فبيبدأ يجيلي ريبورت بمواعيد الشغل، مواعيد الاجازات، هو فعلا شغل عدد الساعات دي ولا لأ. هنا في قائمة بالحاجات اللي المفروض تتعمل، تو دو ليست، التايم شيت، تبدأ تختار بروجكت، هو ده من أقوى البرامج زي ما شايف، منظم بحيث إن أنت تقدر تراقب الشغل بتاع الناس، تقدر تعرف الأداء، تعرف كل مشروع خد وقت قد ايه،